وكل البنات تعرفوا انه احنا كنا فريشمنز قبل 10 سنين. كان عمري 17، يعني كنت صغيرة. أكون أنا من أوائل الدفعات في التخصص ده في البلد كلها. بدأت أتعرف أكثر على الجامعة وعلى التخصص اللي أنا حدخله، حبيته، بس في نفس الوقت كنت مرة خايفة. بإني أخذت المنحة حسيت إنه هما آمنوا فيي، هذا الشيء اللي خلاني آمن في نفسي. سوي أدخلي وغيري المجال اللي سوي دوت. دخلت المبنى حق دار الحكمة وحسيت إنه this is where I want to be. دار الحكمة كانت بيتي الثاني لأني كنت بمضي فيها 8 ساعات في اليوم. كنت مرة متحمسة كل يوم أنا رايحة على الجامعة، وكنت مرتاحة في نفس الوقت. أبسط الأشياء كأنه المبنى حق الجامعة الشمس تدخل فيه إحساسه حلو، كل شيء معمول على أحسن طريقة، الأساتذة حقوني كانت العلاقة أكثر من أنه طالب وتلميذ، كانت أكثر صداقة، مرة كان في ثقة بيننا. مكتب العميدة الباب مفتوح دائما، كل طلباتنا كانت مجابة طول ما هي بتخدمنا وبتساعدنا أنه إحنا إنجازنا يكون أفضل في الجامعة. ونحن في الجامعة على اتصال بسوق العمل وبالجمعيات وبالهيئات المختلفة. مع كل كورس بدأت أخذ منه أشياء، عرفت إيش أبغى أسوي. وقتها اكتشفت نفسي أكثر، أتوسعت مداركي، تعلمت وجهات نظر مختلفة. تعرف لما أحد يدفك عشان تسوي أحسن وتسوي أحسن وتسوي أحسن، بعدين تطالع في شغلك وتقولي أنا سويت ده، واو، متى، كيف؟ هذه الحتة كانت دار الحكمة، إنه ما في شيء اسمه ما يصير، ما في شيء اسمه ما يتسوى، كل شيء ممكن يصير وممكن يتسوى، حطي بالك فيه. وهذا الشيء انزرع فيه وبان بعدين في طريقة شغلي أو في المكان اللي أنا خلقته عشان أنا أشتغل فيه. دار الحكمة بتركز كثير في إنها تخرج بنات قائدات أو رائدات، بحيث إنه إحنا نقدر نخلق وظائف. وخرجت منها ملكة، يعني خرجت منها أعرف إيش بسوي وأعرف فين بسوي وأعرف كيف حسوي وأعرف وعندي طريق واضح. وأنا مثلاً في التخصص الحين حق الابتكار بأخلق علم أو بأخلق أو بأبتكر أشياء ما هي موجودة قبل كده. أنا دحين في يونكا أبغى أشيل منتج صنع في السعودية، صممته بنت سعودية، وأبغى أشوفه في كل مكان. The Loft خدم أكثر من 160 عميل بمجالات مختلفة بأكثر من 400 مشروع متكامل. لما بدأت مشروع القفاز الذكي ولا ساين لانجوج كلوب، اني افكر كم شخص في العالم انا هغير حياته بهذا الشيء، وحطيت مخي فيه وان شاء الله انه هيصير وهغير حياة الناس وهدي صوت للي ما عندهم صوت. صرنا اليوم نكمل بعض، نقدم خدمات لبعض ونقدم خدمات مع بعض لمجال بيتطور. وهنا الفرص الاستثمارية، المجال هذا احنا سويناه وسوينا السوق حقه، ومع بعض بنبني السوق وبنكبره. حتى لو كان مجالاتنا غير، الكرياتيف اندستري ان سعودي إز دار الحكمه.